بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نبدي بالمشهد الأول أو الفصل الأول بمسرحية فاوستس. احنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة لما أخذنا الكاركترز الشخصيات، وكذلك ذكرنا أنه أكو امتحان عندنا عن الشخصيات. هذا الامتحان يعني الواحد يمتحن نفسه، ممكن دكتور فاوستس مين هو تعريفه. كذلك عندنا امتحان إلكتروني، هذا عن طريق الباركود، عن طريق الباركود يعني أيضا الرابط مالته موجود، أو عن طريق برنامج الباركود، مسح الباركود يعني. هذا بس نزل برنامج الباركود من أي من تطبيق سوق بلاي، مسح الباركود اسم البرنامج، مسح الباركود وراح يفتح قبل ياخذنا على الرابط مباشرة، راح ياخذنا على الرابط ويسوي لنا الامتحان وتمتحن كم الامتحان نعطي درجة. يعني أنا صراحة أبد دائما أنصح طلابي أقول لهم يعني أقرأ المادة يلا تمتحن، يعني لا تروح بس تمتحن تريد تشوف الامتحان، لا امتحن على مود يعني على مود تستفاد يعني بعد ما تقرأ. أما إذا أنت امتحنت لأنه ما يصير تمتحن أكثر من امتحان، بس امتحان واحد. طيب نبدأ اليوم إن شاء الله بالمشهد الأول، المشهد الأول أو الفصل الأول، الفصل الأول بمسرحية فاوستس. طبعا النص مكتوب باللغة الإنجليزية القديمة، بلغة شيكسبير، اللغة القديمة مو باللغة الحديثة. يعني هسه أنا أقرأ كلمات ما أعرف أقراهن ولا أعرف معناهن، لأن هاي مو إنجليزي، هذا لغة قديمة، لغة شعرية، مفرداتها غريبة، معانيها قديمة، انقرضت، شبه انقرضت، يعني معاني ما موجودة لحد هذا اليوم، يعني قديمة. بس احنا لازم نعرف طبعا. يعني يبدأ الحوار بالبداية بفاوست، هذا فاوست اختصار لكلمة فاوستس. فاوست settle thy studies، شوف settle thy studies Faustus and begun to sound the depth of that you will profess, having a command be divine in the show. Faustus, انهى دراستك يا Faustus وابدأ لتعلن عمق ما سوف تمارسه بعد ان نلت شهادتك. هذا هو ده يتكلم ويا نفسه Faustus. And live, die in Aristotle works. وعش ومت بين أعمال أرسطو. Sweet that thy last ravish ravished me they ravished me being desert finis logics is the well logics. طبعا هذا كلام كليته كلام اللغة الإنجليزية القديمة. المعنى مال هذا الكلام: أيتها التحليلات الجميلة، أنت من سحري، أي نهاية المنطق أن تجادل جيدا. هل إجادة المجادلة هي غاية المنطق النهائية؟ ألا يوفر هذا الفن معجزة أعظم؟ ثم لا تقرأ أكثر، أنت وصلت إلى هذه النهاية، مواضيع تستحقها. طبعا هذا كلام فاوستس. فاوستس قاعد وحيده بينه وبين نفسه، شايل الكتب وقاعد يشيل الكتب يقرأ كتاب المنطق، كتاب القانون، كتاب الدين، واحد كتاب بعد كتاب دا يقرأ بيهن دا يقلب بيهن. هذا نص المسرحية. يعني ممكن يجيني بالامتحان على سبيل المثال سؤال، ممكن يجيني سؤال يجيب لنا to sound depth، هذا الاقتباس، هذا الكلام ممكن يجيني بالامتحان، هذا الاقتباس هذا اللي نشوفه قدامنا، خليته أنا باللون الأصفر. هذا الاقتباس يجيب لنا بالامتحان ويقول لك أريدك توضح لي هذا الكلام. طبعاً شو المعنى توضح لي هذا الكلام؟ يعني تحكي لي عنه. شلون تحكي عنه؟ هذا الحكي طبعاً موجود هسه شوي راح ناخذه بالتفصيل. يعني شلون؟ يعني أولاً تقول الكلام اللي قاله فاوستس، يعني هذا الكلام المتحدث بهاي النص فاوستس يقول. طيب شو يقول فاوستس؟ يتكلم عن أعمال اللي هو يشتغلها. هو بيش يشتغل؟ هو باللوجيك يشتغل، يشتغل بالطب وإلى آخره. هسه راح نشوفهم كلهم. يعني هذا يسمونه اقتباس. شنو يعني يسمونه اقتباس؟ شلون بالقصيدة لما كانوا يجيبونا بالمتوسطة، لما يجيب لنا مثلا قصيدة ويقول لك اشرح معنى البيت التالي، شنو معنى البيت هذا التالي، شنو معنى القصيدة هاي، شنو معناها، وضح لي معناها، شنو معناها. انت تقول له يابا معناها كذا وكذا كذا، والشاعر اسمه فلاني،
من يجيب لنا بيت شعر ويقول لنا من القائل واكمل ثلاثا من الابيات من بتوسطه كانوا يجيبوننا، يقول لك مثلا يعني يجيب لك نص ويقول لك يلا وضح لي هذا الاقتباس. طبعا هذا الحكي بسيط يعني احنا بس لازم نقرا، وهسه انا راح نقرا الشرح مالته وراح نفتهم اكثر واكثر. Big economy farewell and Galen come. Seeing up descent philosophers أبي شوف هاي أبي أبي أي بي هاي ماكو بالإنجليزي عندنا هيك كلمة ميديكس be physician أن تكون طبيبا فاوستس help up gold and be so far cure سمن. إحنا هنا طبعا وظيفتنا بس نقراها، نقرأ الكلام هذا نقرأ الحكي ونطلع عليه ونشوف المعنى العربي. دعوة وداعا أن ينتهي الفيلسوف يبدأ الطبيب. كن طبيبا فاوستس واجمع الذهب من أجل عقار عجيب وكن خالدا. أعظم فائدة للدوام هي الصحة، غاية الطب هي الصحة. ده يتكلم عن الطب، ده يحكي عن الطب، قال شنو الطب؟ هو الطب مو مهم، الطب مو مهم، ده يحكي هذا كلامه هسه طبعا قليته. فيزيكس فارويل، طبعا فارويل معناها وداعا، وداعا أيها الطب، ما أريد الطب. اللو القانون، قانون this study fit mercury drug ما هذا القانون؟ لا القانون ما لا هو لا شيء، عبارة عن قذارة وصخ الطب، عفوا القانون. when it's alone divinity طبعا ترك الكتب مال القانون وترك مال الطب، هذا حكي كليته تركه. آخر شيء راح على الديفينيتي اللي هو الدين، الدين قال بايبل اللي هو كتاب الإنجيل. فاوستس this reward sin of death that hard if we say that we have no sin we deceive ourselves. هذا الكلام مهم، هذا بالأصفر، هذا اللي راح عدده بالأصفر. يقول لك الدين شنو يعني الدين؟ الدين يقول لك إذا أنت تسوي ذنب راح تطب للنار، وإحنا كليتنا عندنا ذنوب، نضحك على أنفسنا إحنا؟ احنا كلتنا عندنا ذنوب لان احنا كلتنا رايحين للدين. طبعا فاوستس هسه كليته دا يحكي عن السحر والى اخره، عن الـ 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 الاعمال اللي هو يشتغلها. بدا يتكلم بالبدايه بدا يتكلم عن كتاب القانون المنطق، بعدين تكلم عن القانون، بعدين وبدا يترد الحكي. اخر شيء طبعا بعدين اخر شيء قال نكرومانتيك بوكس ار هيفلي، كتب السحر ها اي والله السحر احسن شيء، استحضار الارواح. فاوستس قال باور راح تكون قوي، يقول واحد من يمارس السحر راح يكون، هذا كلام فاوستس. طبعا هذا النص احنا ذكرنا مو للحفظ بس، ولغته اصلا مو انجليزيه، لغه قديمه، بس احنا لازم نقرا نشوف الحكي مالته. Is a promises to studies وداعا للدراسة. All things that move between both shall be command are but obeyed their several but his succeeded in this. طبعا فاوستس هذا حكي كليته كلام فاوستس عن السحر. طبعا بعدها راح يدخل واغنر. من هو واغنر؟ احنا ذكرنا واغنر هو خادم فاوستس. واغنر كوميد مي تو ماي فريندز. طبعا فاوستس راح يطلب من واغنر يقول له جيب لي اصدقائي فالديز وكورنيوس. فالديز وكورنيوس هذول اصدقاء اثنين. من هو اللي طلب هذا الحكي؟ هذا الحكي اللي طلبه هو فاوستس، قال لواغنر جيب لي اصدقائي ذولا الاثنين خلي يعلموني على السحر. طبعا هذا النص مال المسرحية المكتوب، هذا الحكي مال كتابي يعني، نصا انا ماخذه من الكتاب يعني مو من عندي، هذا نص الكتاب. هسه يعني انا هذه الملزمة ليش دائما اقول لكم هذه الملزمة كلش مرتبة؟ ليش مرتبة؟ لان انا ماخذ الكتاب حاطه بيها ومترجمة بالعربي، فاحنا لازم نقرا هذا النص ونقرا الكلمات. وهسه راح نروح للشرح، هذا الشرح مالتي انا شارحه. طيب فاوستس is now in his room، الان فاوستس في غرفته. And he became dissatisfied وهو غير راضي بالمعلومات اللي عنده. So he picked up them one by one وبدأ
وبدأ باختيار كتاب كتاب. بدأ خلينا نقول تقليب الكتب كتابا كتابا. The first book was about logic. أول كتاب أخذ عن المنطق عن الأرسطوطل. الأرسطوطل ذكرتها قبل شوية بالنص مال المسرحية. الأرسطوطل وين توني ذكرتها قبل شوية لوجيك عن المنطق لوجيك أي هذا وين أرسطوطل اللي هي أرسطو اللي هو يتكلم عن المنطق. هذا الحكي ترى هذا الكلام اللي داخل الجدول هو ترجمة هذا نص المسرحية اللي موجود بالكتاب. هذا الحكي مالتي أنا شارحه. إذن أول كتاب فاوستس أخذه كان عن اللوجيك عن المنطق. إذا أجانا سؤال بالامتحان وقالك The first book was about medicine. أول كتاب فاوستس أخذه كان عن السحر. الجواب راح يكون غلط. عن الطب عفواً غلط. أو إذا قال لي عن السحر غلط. أول كتاب أخذه كان عن اللوجيك عن المنطقة. أرسطوطل. طبعاً أرسطوطل هو فيلسوف يوناني من عرفه معروف هو فيلسوف يوناني. طيب. He mastered هو أصبح يعني الأتقن the argument. أتقن علم المنطق and all the related to the logic. هو كلش جيد بعلم المنطق. إذا جاني سؤال بالامتحان يقول لك فاوستس is not good before is not good in the magic before practicing magic. فاوستس لم يكن جيدا في المنطق. جواب غلط. فاوستس جيد بعلم المنطق. كان عالم بعلم المنطق. But this science did not bring him wealth or fame that he is talk to be. إذن فاوستس ما يريد العلم المنطق أو العلم الكلام. ليش؟ لأنه ما يجيب له لا الشهرة ولا الفلوس. جواب طبعا السبب He discovered that the purpose of logic is to argue So he threw it away. إذن هذا جواب خاف يجينا بالامتحان. يقول لك ليش فاوستس ترك اللوجيك المنطق؟ الجواب He discovered that the purpose of logic is to argue. So he threw it once again. إذن ليش شمر كتاب المنطق؟ قال كتاب المنطق كل شيء ما يفايده بي بس النقاشات. بس السوالف. أنا ما أريد سوالف. هذا الجواب. خاف يجينا هذا اللي بالأصفر. هذا هو الجواب. بالامتحان لما يجيني شنو سبب فاوستس ترك المنطق لأنه قال لأن المنطق لا يجيب لي بس السوالف. ممكن يجيني سؤال بالامتحان هل درس فاوستس المنطق؟ وضح. طبعا نذكر له هذا الحكي كليته هي ماستر ذا لوجيك بات اد نوت برينج هيم. واخر شيء نكتب له هاي نقطه هذا الجواب اللي بالاصفر. يعني هذا شوية حفظ نحفظه كلش مهم. هذا اللي بالأصفر. طيب نجي read more this example of Faustus bride. It's one intelligence more bride. Bride was seen in the core the sin of to Lucifer against God. إذن في الحقيقة هذا علامة على أن Faustus كان متعجرف. يعني Faustus شوية كان عنده كبر. شوية كان عنده كبر كان عنده يعني غرور بنفسه وهذا الغرور اللي خلاه يخلي نقول this example of Faustus bride example لفاوستس أن يكون فخورا and the conceit his own intelligence more when a bride was seen as the corson sin that caused Lucifer to rebel against God. يعني يقول لك التكبر هذا التكبر دمر فاوستس ومو بس فاوستس دمر حتى الشيطان أو إبليس لما تكبر لما عصى رب العالمين ونزل من الجنة إلى النار أو إلى الأرض. يعني يقول لك التكبر مشكلة دير بالك من عنده. هاي الفكرة العامة. طيب نجي he took another book أخذ كتابا آخر it was about medicine. ملاحظة كلش مهمة. إذن الكتاب الثاني اللي أخذ عن شنو كان الكتاب الثاني على شنو كان عن الطب عن المديسن. حلو خلينا نشوف
فاوستس راح يدرس الطب، يكمل دراسة الطب لو يتركه. طيب he said هو قال that medicine has not enabled him to make a human being immortal or bring him man. هذا حكي كلش مهم، جدا جدا مهم. هذا الحكي اللي بالأصفر هسه حددته جدا جدا مهم. إذا الكتاب الثاني كان يحكي، الكتاب الثاني كان عن الطب. وش قال عن الطب؟ He said that medicine has not enabled him to make him bring immortal or bring dead man to back to life. قال ليش هو الطب؟ شنو الطب؟ والله الطب شو يسوي للإنسان يعني مثلا إذا واحد ميت، معقول الطب يخليه طيب؟ معقولة يخلي الإنسان ما يموت هنا؟ لا لا، الطب ما بي كل شيء، الطب كل شيء ما بي فايدة أصلاً. عاف الطب، قال لك الطب. إذا جاء سؤال بالامتحان، لماذا ترك فاوستس الطب؟ الجواب هذا اللي بالأصفر. He said that medicine is not enable him to make human beings mortal or bring man dead man back to life. Faustus considered that pursuit of medicine in order to be rich as a famous as Galen. طبعا Faustus قال هو شنو الطب يعني؟ هو الطب اوكي، الطب تجمع فلوس من عنده. ايضا اكو واحد اسمه جاليونوس، جاليونوس هذا عالم ماهر كلش يعني قديما، وكان حتى يعني استطاع ان ينقذ الناس من الطاعون. فيعني شلون قال لي شنو يعني خليني اصير طبيب ومشهور، راح اصير مثل جالونز اللي هو جمعت فلوس والله ما اريد طبعا. The medicine profession want him to money and fame. قال الفلوس ما تجيب لي غير الفلوس، ما تجيب لي غير بس الفلوس والشهرة، حتى ما تخلي الواحد الميت يرجع للحياة. انا اريد شيء قوي، انا اريد شيء اقوى. Medicine make them forever. The medicine limited by human skills and Faustus has no power over life and death. Faustus قال الطب بيد البشر ما يسوي لنا كل شيء. هو شنو الطب؟ الطب ما بي فايدة، الطب ما بي فايدة. هذا كلام Faustus. طبعا جاليونس، من هو جاليونس؟ جالين بالانجليزي. He was a Greek physician. طبيب اغريقي قديما ايضا. فشابه فاوستس دا يختار اسماء من هذول يعني حتى شويه زين. هي بيكس اب ا بوك اباوت لو، بعدين اخذ كتاب عن القانون، عن المنطق، عفوا عن القانون وليس عن المنطق، عن القانون. ليجل هي فاوت سكورنفلي، فكر بازدراء. قانون That might be alright for someone who just want to make money minder, but law does not satisfy him. قال شو فلوس؟ وهي الفلوس هي القانون. هو القانون شنو؟ المحامي. هو المحامي شنو؟ هو بس يركض عمود الفلوس، فلوس وكذي كل شيء ما بي. أنا هاي ما يرضيني الفلوس والطيب، هذني بس يجيبن فلوس. الفلوس عفوا الطيب والقانون ذني ما بين فائدة، بس يجيبن فلوس. هذا كلام فاوستس. إذا جانا سؤال وقال لنا ليش فاوستس ترك القانون، الجواب هذا اللي بالأصفر. He thought scornfully that must be alright for someone who just wanted to make money or who is money minded, but law does not satisfy him. هذا ما قال عن القانون. طبعا عندنا واحد هيجي يعني هم ذكر فاوستس، طبعا هذا اسمه جستينيان. جستينيان امبراطور روماني من رومانيا، من رومانيا. كان يسوي قوانين. He knows all the about law about he found him overworked too very hard it was just earn money. قال هذا واحد هم كان يسوي قوانين ومهتم بالقانون. قال فاوستس هو يحكي يقول شنو القانون؟ والله عودانا راح اصير مثل جستيان هذا الامبراطور الروماني اللي سوى قوانين يحصل فلوس. ما اريد هاي، انا ما اريد هاي، ما اريد القانون يعني، ما اريد علم القانون، ما اريد علم الحق قانون، ما اريده، ترك القانون. طيب اخر شيء فاوستس اخذ كتاب الانجيل. طبعا ممكن يجيني سؤال بالامتحان يقول لك فاوستس فاينالي
pick up the logic or the law book, كتاب القانون. الجواب غلط. آخر كتاب أخذه كان عن الطب ولم يكن عن القانون. عن عفوا آخر كتاب كان عن الإنجيل. This would be best to be he started. طيب إذن he pick up the Bible, أخذ البايبل اللي هي divinity اللي هي الإنجيل. This would be the best to be started reading. طبعا بدأ يقرأ من الكتاب. قرأ هاي الجملة. If we claim to be without sin, we deserve ourselves, and the truth is not in us. يقول قرأ كتاب. يقول إذا تخطأ فأنت بجهنم, أنت بالنار إذا عندك ذنب. قال إيه. Once again, if we convince our sins, God, He is faithful and just, will be forgives us our sin and purify from agri. Nations, Faustus said, if the true would sinner, we go to them. Faustus قال قرأ من كتاب الإنجيل, يعني بلا تشبيه, شلون احنا عندنا القرآن وقرأ آية من القرآن, يعني احنا شلون نقول واحد يقرأ من القرآن قال ومثلا قرأ آية من القرآن وهاي الآية القرآنية تقول على سبيل المثال ان الكافرون في النار, او مثلا أو سيدخلون الكافرين في النار, أو سيدخل المذنبين الظالمين نار جهنم خالدين فيها. قرأ هيك جملة يعني بدون تشبيه. فهو إيش قال؟ قال يعني هو المذنب يروح للنار. زين إحنا كلنا عندنا ذنوب, واحد يحك على نفسه إحنا كلنا عندنا ذنوب, يعني إحنا كلنا راح نروح للنار؟ لا 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 لا, أنا ما أريد أدرس هذا الكتاب, كتاب هذا الدين ما أريد, أريد أشوف غير كتاب, فترك الدين. إذا جانا سؤال وقال لنا لماذا فاوست ترك الدين الديفينيتي, الجواب هذا اللي بالاصفر, فاوست سيد اف ذاتس ترو. طبعا الجواب يعني من يبدي منا هذا الجواب كليته افضل, حتى واحد ياخذ درجه كامله. فاوست ذن كوت يعني اخذ اقتباس, هذا الجواب اللي بالأصفر كليته. فاوستس أخذ اقتباس قال إذا الإنسان يخطأ فهو بالنار, أو إذا أذنب فهو بالنار, وكليتنا إحنا مذنبين إذن إحنا كليتنا بالنار, إذن أنا ما أريد هذا كتاب الإنجيل. طيب هذا هو السبب اللي خلى فاوستس يترك الدين. There is nothing that we could about that. He punished Bible away. He pushed the Bible away. شمر كتاب الإنجيل ليغاد على صفحة. بعدين آخر شيء A book of magic and spells. كتاب السحر. إيه شون يعني عبالك ينتظر بي. That what is really interest me. هذا اللي يعجبني. هذا اللي أنا أريده. Magic will bring me not only wealth but power and glory. هاي كلش ملاحظات مهمة. فاوستس من أخذ الكتاب إيش قال علي؟ إيش قال علي؟ قال راح يجيب لي الباور القوة, عفواً الويلث الغناء القوة الثروة, عفواً الفلوس والباور القوة والمجد الجلوري, ثلاث شغلات فاوستس يريد لأن فراغات مهمات. قال الويلث باور جلوري الثروة والقوة والمجد. إذا جانا بالامتحان سؤال مثلا ليش فاوستس بدأ بممارسة السحر, he decided to learn about magic, ليش تعلم السحر, طبعا الجواب راح يكون هذا اللي بالأصفر, he thought that magic will bring him not only wealth but power and glory. هاي الأمور اللي راح تجيب لها لفاوستس, يعني قال إنه فاوستس قال ان السحر راح يخليني غني ويخليني قوي ويخليني ذو مجد ذو قوة. طبعا هاي اللي اخذها, هاي اللي فاوستس خلته يمارس. طبعا هذا واحد اسمه جيريوم. جيريوم هو الشخص اللي ترجم كتاب الانجيل, اللي جعل كتاب الانجيل ترجمة, يعني The phrase wakes of sin is death.
العبارة أجر الخطيئة الموت توضح بصراحة أن نتيجة الثورة على الله هي خسارة الحياة الأبدية، لكنه أغفل الاستنتاج الأكثر الإيجابية من لكن عطية الله هي الحياة الأبدية. طبعا فاوستس يعني طبعا هذا تحليل explains that the result of the revolution against God is the loss of the internal love, but he omits much more positive conclusion of the sentence, but the gift of God is internal life. طبعا فاوستس يعني نسى مغفرة الله سبحانه وتعالى، يعني ما فكر بالله سبحانه وتعالى، ما قال إن الله سبحانه وتعالى راح يسامحني إذا أخطأت وكلنا مخطئين وبعدها إحنا راح نخلد. إذن فاوستس الآن ارتكب جريمة كبيرة جدا وقال إن الرب لن الله لن يغفر لنا. في الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى غفور، والإنسان حتى لو أذنب لازم يتوب الرب العالمين لأنه إحنا كلنا مذنبين. طيب. By presenting the gospel in the unattractive negative manner in the Italian phrase. طبعا وهنا اكو ملاحظة مهمة انه كريستوفر مارلو، من هو كريستوفر مارلو؟ ذكرنا كريستوفر مارلو هو طبعا كل هواي ناس تقول بانه كريستوفر مارلو كان يعني شخص معادي للكنيسة ومعادي للدين، هو اللي كتب هاي المسرحية وخلى فاوستس انه ما يعترف بالدين، ما يحب الدين لانه هو ما كان يحب الدين. فاكو ناس تقول انه هاي الرواية وهاي المسرحية هي حرب ضد الانجيل، يعني ضد الكنيسة مالتهم. يعني فاوستس repels against the human limitation would be like to be power. فاوستس اراد، طبعا هاي ما بيها شيء مهم، هاي ما بيها كلش مهم، بس مجرد نقراها اطلاع يعني، بس لا اكثر ولا اقل. هذا الحكي اللي موجود، he would be like to have a power and have the ability to do nothing that to did it before. راد يسوي شيء ما حد مسويه من قبل، such as bring the dead back of life، مثل ما يريد هو ايضا ان يخلي الميت يرجع حي. to know Faustus chose the devil، اختار السحر، and the domination of himself، he decided that necromancy is only the word of the world of the prophet, delight, power, honor, and omnipotence. ذكر بأنه فاوستس أن السحر هو العلم اللي راح ينطي الربح وينطي البهجة وينطي القوة وينطيه الشرف والقدرة المطلقة، القدرة على كل شيء. هذا ما تمناه فاوستس. ما عندنا هنا فد شيء مهم هنا، يعني ممكن هاي آخر شيء شوية بس ركز عليها، هذا آخر لاين بهذا الصفحة. نجي هسه على شغلة مهمة هاي. طبعا الآن عندنا he says that studying black magic will enable him to. فاوستس هسه قال أني ها والله هو السحر مو زين، بس أنا أريد أدرس السحر. تعرفون ليش؟ ليش عيني؟ والله أني أريد أساعد الناس. شلون؟ I make everything under his command, kings. I have the ability to move the air, move to the clouds. He think that magician is half of the god. يعتقد قال أني السحر هو مو زين، بس السحر راح يعطيني قوة ويعطيني طاقة ويعطيني أشياء عجيبة غريبة. هذا معتقدات فاوستس، ده يبرر النفس، ده يضحك على روحه. ذكرنا بأنه فالديز راح يروح على أصدقاء الاثنين. أثناء ذهاب غواغنر لاستدعاء فالديز وكارانياس، يعني خلال هذه الفترة فاوستس thought about two friends he had in the Wittenberg. أصدقاء كانوا في ويتنبرغ، أصدقاء ذول الاثنين اللي اجوا الفاوستس راح يعلمونه على السحر. طبعا راح يدخلون ملاك الخير وملاك الشر. طبعا هنا عندنا الجود أنجل اللي هو ملاك الخير. فاوستس، live I demand, book aside and gaze not on it lest it attempt thy soul. طبعا هيجي يعني شلون يريد يبكي. And heap God heavy wrath up in the head. Read the descriptions that flames me. هذا الحكي فاوستس يقول. فاوستس ضع هذا الكتاب الملعون جانبا، لا تنظر فيه خشية أن يغوي روحك ويسقط غضب
غضب الله على رأسك وهذا كفر. اقرأ اقرأ كتاب الإنجيل، اقرأ كتاب المقدس. هذا شلون دي يقنع بي؟ هذا ظهر ملاك الخير، ملاك الخير، وراها راح يطلع ملاك الشر، evil angel. Evil angel راح يقول go for a word. How is this that famous art wherein all the treasures that contains be found on earth and the grave in the sky, lord and commander of these elements. شوف شلون اللغة، يعني حتى كلامهم. ملاك الشر راح يظهر يقول لك امضي قدما يا فاوستس في هذا الفن الشهير حيث فيه كل كنوز الطبيعة، الكنوز الطبيعية التي توجد في الطبيعة. كن أنت على الأرض مثل جو بيتر في السماء سيدا وآمرا على هذه القوى. طبعا هنا هذا ملاك الخير وملاك الشر، هذولا ملاك الخير وملاك الشر ظهروا حتى يمثلون أن صورة فاوستس الداخلية. يعني شنو صورة فاوستس الداخلية؟ يعني فاوستس كان عنده صراع بداخله، أمارس السحر؟ لا لا يعني فاوستس شلون مثل ما نقول احنا حاير دايخ، أمارس السحر لا لا يعني فاوستس دايخ. فاوستس شلون يعني هو ما يعرف، يقول لك انا امارس السحر لا ما امارس السحر، اي فاوست سحر زين لا السحر مو زين. طبعا يعني فاوستس مثل ما ذكرنا الان حاير، فاوستس حاير بهل انا امارس السحر ام لا. طيب نكمل الشرح. فاوستس sat by fire waiting for them to come. Suddenly he saw the angels. The good angel asked Faustus not to read the book of magic. ذكرنا بأنه فاوستس راح يظهر له ملاك الخير، وملاك الخير راح يتكلم معه بلهجة يعني ما لهجة المحب، لهجة المشفق. فاوستس ضع هذا الكتاب الملعون جالبا. فاوستس اترك هذا الكتاب وإلا سيسخط الرب عليك. وعندما يتكلم معه بلغة يعني بلغة المشفق. أما الـ evil angel encourage him to study magic. إذن الـ evil angel ملاك الشر نصح فاوستس، قال له يا فاوستس امضي قدما، امضي قدما، مارس السحر، إن السحر فيه قوة وفيه طاقة. و و و و وذكرنا هنا أكو شخصية اسمها الجوف. طبعا هذه الشخصية اللي تمثل خلينا نقول يعني مثال عندهم هم بزمنهم في ذلك الوقت، إنه هو ذي قوة وذي طاقة. فهو أنطى مثال قال له إذا أنت يعني مارست السحر راح أصير مثل ذلك الشخص. يعني شلون ما إحنا نقول هسه بحياتنا اليومية واحد مثلا ده ما يدرس، احنا نقول له ادرس ادرس، اذا درست راح اصير مثل دكتور فلان، اذا درست راح اصير مثل دكتور فلان. فنادى ينطونه مثل ده يقول له مارس السحر، لان ممارسة السحر هذا ملاك الشر. طبعا ده يقنع فاوستس. طبعا the good angel says that. طبعا هذا الحكي احنا ذكرناه. فاوستس الان في حيرة من امره. ايضا عندنا هنا يعني كلام من المسرحيه. فاوستس how I am glutted with conceit of this. طبعا فاوستس دي يتكلم shall I make a spirit fetch me what I please resolve me of all the ambiguities perform what desperate I will وإلى آخره. طبعا هذا الفاوستس دا يحكي ويا روحه معقولة راح اسوي هيك امارس، يعني دايخ. بعدين لقى له حجه او لقى له كذبه مرتبه قنع بيها نفسه وقشمر روحه وراح يمارس السحر. ايش قال الروحه؟ قال الروحه
I will ask spirit to bring me what I want. أنا راح أقول الفاو راح أقول للأرواح للشياطين إنه تجيب لي الأشياء اللي أريدها. He asks to do what he wants of good or bad deeds. Ask spirit to going to India to bring him the gold. قال راح أقول للأرواح إنه تجيب لي ذهب. وأني راح أقرأ الفلسفة الأجنبية. وأني راح أتعلم عن يعني بدأ يتكلم مع نفسه يقنع روحه أن ممارسة السحر راح تنطيه أشياء إيجابية. هيك حتى قال I will make the river Rhine circle with the city of Wittenberg. قال عندنا هاي مو عندي مدينة ويتنبرغ راح أجيب أحوطها بنهر حتى يعني المدينة تصير مزهرة وعلى رتبها يعني. He will fit university with silk. ها وجامعة مالته اللي درست بها هاني راح أخليها كلها بالحرير. وراح أسوي كذا. هاي كلها شذب وحجج وأبرار أنه أعطى نفسه مبررات أنه هو راح يمارس. وفي الحقيقة هذا حتى كلها شذب. يعني شو مثل ما واحد يريد يبوق له شغله ويقول ها والله هو هذا الراعي إيه هذا هو راعي حرامي. هو هذا منين تجيب هذا الشيء؟ وهذا هو حرامي هذا. إحنا دنبوق من عنده لأنه هو حرامي. فواحد يبرر نفسه. واحد يبرر نفسه. هاي أمكم مثل قصة شوية أحكي لكم إياها يمكن أطلع من الموضوع. بس حلوة كلش القصة عجبتني. هذا واحد يقول لك رايح بالصحراء فجاي علي عصابة باقين كل القافلة اللي وياه وهو ماخذين كتبه. فجاي هو دايبشي قال لهم يا بليش ليش اخذتوا من عندك كتبي؟ قالوا له ها يلا هاك اخذ كتبك. بعدين سألهم قالوا انت ليش تبوكم من هالعالم؟ قالوا له لا احنا ما نبوك. قالوا له شلون والله ما تبوك؟ ابد ما شلون والله ما تبوك؟ قالوا له والله شوف احنا هاي طبعا قصه خارج الموضوع هاي من عندي يعني. قالوا له تدري احنا ليش ننبو؟ قالوا له ليش؟ قالوا له شوف ذاك اللي عنده بذهب. قال لهم اي اشوفه هاي الحراميه. قالوا له هذول الحراميه انا كل يوم اروح عليهم اسالهم اقول لهم اذا صار عندكم 10 كيلوات ذهب ايش قد يزكون؟ والله ها ما ادري والله. قال هذول ما يزكون. احنا ليش بقنا من عندهم هذا الذهب؟ لان هم ما يزكون. الله يعني الماي بو الماي ما يزكي تبوق من عنده. والبوق حلال والزكاة البوق حلال والزكاة حرام. ما هن اثنينهم حرام يعني زين. فاذا هو شلون دي فاوستس هنا دي يبرر نفسه هاي السوالف انه انا راح اسوي كذا وراح اسوي كذا. هو يريد يمارس السحر ودا ينطها اعذار النفس. طيب طبعا بهذا الحكي ظهر اجوا فالديز وكارانيوس الفاوستس ونصحوا قالوا له مارس السحر هذول اصدقاء شر because they advised him that magic will revenge him فاوستس said. فاوستس قالوا له انه انت مارس السحر احنا ننصحك انه تمارس السحر. he wants to be musician like one Graspa used to be. قال انا اريد اصير ساحر معروف جدا مثل واحد اسمه جراسبا قديم من بوقتهم. هذا شخص ايضا كان ساحر. He said that will be Sir Faustus. قالوا له الفاوستس ترى الارواح راح تجيب لك كل شيء وراح تشاجعك والى اخره. ممكن واحد يسالنا يقول لنا ما هو السبب في قناع فاوستس لممارسه السحر؟ هل كان فالديز وكارونيوس؟ برايكم ايش تعتقدون انتم؟ انا ما اعتقد هذول مو سبب. هو اللي راضي يمارس السحر هم كانوا مساعدين الى اكثر ولا أكثر. طبعا فالديز وكرونياس راح ينطونا كتب ويقولوا له روح مارس كرونياس. طبعا كرونياس قال هذا الكلام قال فاوستس will be greater than دولفين اوركل. فاوستس راح يكون اقوى من اوركل الدولفين. هذا واحد اسمه اوركل هذا واحد اقوى يعني السحرة كانوا بوقتهم. قال له اذا تريد تمارس السحر كرونياس روح للغابة مدينة بالليل ومارس السحر هناك راح تقدر تستحضر الأرواح وراح تقدر وإلى آخره. طبعا عندنا هنا بعض الأسئلة تقدرون تستفادون من عندها. هاي الأسئلة كلها موجودة بالملزمة أسئلة وأجوبة. أيضا عندنا اختبار ممكن يعني أيضا هذه أسئلة تحليلات هذا اختبار أيضا تقدرون نختبر أنفسنا بالامتحان مثل ما ذكرنا ننزل برنامج مال باركود وندخل الكاميرا على هذا وراح ياخذنا مباشرة على الامتحان. لهنا ينتهي الفصل او الفصل الاول المشهد الاول
ونشوفكم إن شاء الله بدرس جديد بعون الله سبحانه وتعالى.